خالد الصاوي اعتاد على تداول خبر وفاته، قرأ خبر رحيله هو وابنه عدة مرات على السوشيال ميديا. بيتجاهل هذه الشائعات ولا يتعمد عدم الرد عليها. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات خالد الصاوي. خالد الصاوي كان ضيف الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، وأكد أنه اعتاد على خروج شائعات وفاته هو وابنه، وقرأ خبر وفاته هو وابنه أكثر من مرة على المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا، وذلك رغم عدم إنجابه أي أطفال. كشف خالد أنه دائماً بيحاول التنويع في الأدوار اللي بيقدمها على الشاشة، لكنه في بداية مشواره كان بيواجه عدد من الأزمات لأنه لم يصل في البداية لفكرة فحص الشخصية حتى يصل إليها من كل الجوانب. خالد الصاوي بيبحث دائماً عن التغيير والتجدد، فبيحاول دائماً التجديد واختيار شخصيات لم يقدمها من قبل حتى يلفت انتباه الجمهور. وأكد أنه إذا قدم نفس الشخصية مثل الطبيب النفسي في بعض أعماله بيجعل لكل منها روح وطابع مختلف. خالد الصاوي بيحب عمله تقديم أدوار صعبة ومختلفة، ووصل حبه للفن أنه مصاب بوسواس ودائم النقد لنفسه، فبيشوف في كثير من الأعمال أنه ما اقتنع بالأداء اللي قدمه للدور. يتعامل الصاوي مع أي عمل بقدمه على أنه آخر دور رح يلعبه في مشواره الفني، ورغم حرصه على تقديم أفضل ما لديه في العمل لكنه لا يحب التقمص الزائد، وأكد أنه تقمص بعض الأدوار بشكل زائد بيجعله يصاب بمشاكل نفسية فيما بعد. خالد الصاوي متزوج من السيدة مي كريم بعد قصة حب كبيرة جمعتهم. ورغم فارق السن الكبير بينهم اللي اقترب من 20 سنة، لكنهم بينعموا بحياة زوجية هادئة ومستقرة. وأكد خالد الصاوي أنه من أسباب نجاح هذه الزيجة هو أنه من الشخصيات الهادئة والمتعاونة بشكل كبير.